هواية. صباح الخير عليكم. حبيت أقول للنسوان اللي بأعماري وحتى للرجال اللي بأعماري وكل الأعمار والشابات، لما يكتبوا لي الشابات خالة ما بينا حيل، عمرنا 20 سنة، منين تجيبين هاي الطاقة؟ قومي حبيبي، قومي يا مرة، أنت اللي بعمري اللي هاملة نفسك واللي مهتمة شايلة هم الدنيا. ترى أنا عندي هموم الجبال الجبال، تعرفون يعني شنو؟ اكو تجار كبار هنا بدزلدورف يجون لعندي يقولون احنا مثلك وانتي مثلنا تنقهرين وهاي، بس انتي اقوى من عندنا، انت يا جيل قواي، تجار كبار يقولون احنا ما نقدر اللي انتي ده تسويه، انتي همينا مثلنا تبكين وتنقهرين وتتكأبين وغربة، بس اقوى من عندنا ده تقاومين وده تغنين وده تسوين. فانتو همينا كل ما تهتمين بشعرك بشكلك بسنانك بلبسك، صدقيني نفسيتك تصير حلوة. اني وحدة من الناس لما اقوم شعري محلو او مبهدلة او شكلي تعبان انقهر واتكأب اضوج، لانه شغل 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 شغل، فشا اسوي؟ اروح اغير لازم. البارحة كنت اني كلش ضايجة يوم الثلاثاء وكلش متضايقة، عندي كيس مال جواريب حطته كوما، صار لي اني كل فترة افصل، قلت لكم اني ما اغسل جواريب بس مال ابني لانه يلعب طوبة وما طوبة فكلها تصير تراب، فقسم منها لازم كل فترة اذب. صار لها 3 شهور هذا الكيس هالقده، ما عندي حيل ونفسيتي تعبانة، اقول ما راح اسوي، قلت الا اقوم. تعرفون شنو قلت؟ الا اقوم. قمت فرزتهم، حطيت فنجان قهوة، حطيت أغنية، وافرز وافرز وافرز، ندبيت نصه، ارتاحت نفسيا، طلعت حسيت نفسي انه اني غير انسانة. كل ما دائما القلاقيل شمروا، دائما حافظوا على شكلكم ببساطة، كل ما تكونون بسيطين صدقوني تحبون نفسكم. احبكم هواية، دير بالكم على نفسكم، على شعركم، على اسنانكم، على وجهكم، وعوفوا التجميل على صفح، وعوفوا الشفط واللفط وما ادري ايش كل هنا. صدقوني يعني مثلكم اتكأب، بس انتوا عم يعني تصبروني. احبكم هواية، يومكم سعيد، عندي شغل.